أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. شيخنا بعض الإخوة المنهج الطيب يمنع إطلاق الرجل على نفسه لفظ سلفي للتزكية التي فيه، فما يعني رأيكم في هذا؟ هي العلاقة بكلمة هل أنت مؤمن؟ فإن كان هذا الرجل من الجماعة اللي بيقولوا لا أنا ما بقول مؤمن، بقول مؤمن إن شاء الله، منقول له أنا سلفي إن شاء الله، لكن ما أظن يوافق أيضا. شو رأيك وأنت تعرفه؟ يحضرني قول لبعض التابعين لما سئل أنت مؤمن، ولعله يرد إشكال الآن على جواب السؤال، قال إن أنا يعني إن عنيت الإيمان مقابل الكفر فأنا مؤمن، أما إن عنيت هل أنا تمثل فيها الصفات المذكورة في صفة المؤمنين؟ أرجو إن شاء الله. هذه كتير شيخ، هذا هو. نعم هي هذه هي. المسألة أعتقد أن الذين يريدون هذا الإشكال هم أولا من حزب الأحزاب